السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نحذف الايميل الاساسي من حسابك على الفيسبوك. طريقة سهلة جدا وبسيطة هنتعلمها مع بعض دلوقتي، ولكن يا ريت في بداية الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك وبالاشتراك في القناة، ويلا بينا. اول حاجة هندوس على التلات شرطات اللي موجودين فوق على الشمال، وبعد كده هندوس على ترسل اعدادات، وبعد كده هندوس على الاطلاع على المزيد في مركز الحسابات، وبعد كده هندوس على التفاصيل الشخصية، وبعد كده هندوس على معلومات الاتصال، وبعد كده هنلاحظ ان هو جايب لنا الجيميل اهو يا شباب، ورقمين للموبايل مأكد بيهم حسابي على الفيسبوك، فهنضغط على الجيميل اللي احنا عايزين نحذفه، وبعد كده هنلاقي حذف البريد الالكتروني، ولكن كده احنا ممكن نحذفه من الفيسبوك والانستجرام لان انا رابط حسابي على الانستجرام بالفيسبوك، فهنضغط على الفيسبوك من فوق هنا، وبعد كده هندوس على كلمة حذف من فيسبوك، وهنا بيقول لنا هل تريد حذف البريد الالكتروني؟ مباشرة هندوس على كلمة حذف وهيتحذف مباشرة من الحساب. ولو مرضيش يحذف الجيميل بتاعك يبقى معنى كده انك مش سايب معلومات اتصال تانية غير الجيميل ده، فلازم تضيف رقم موبايل او اي بريد الكتروني تاني او جيميل تاني، لانك لازم تسيب اي معلومات للاتصال خاصة بحسابك على الفيسبوك. بس كده وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى تكون استفدتم بفيديو النهاردة، ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار تقدروا تكتبوه في التعليقات، وان شاء الله هرد عليكم على طول، واشوفكم على خير ان شاء الله بفيديو جديد. مع السلامة.